نضل من شركة واندر ويف، واليوم حابة أخذكم معي على جولة في طوكيو. يلا اليوم رح نتجول في سوق يطلق الوال ستريت للأسماك، وهو سوق توكيجي في طوكيو، وهو أكبر سوق للأسماك والمأكولات البحرية في العالم. في السوق فوق 500 محل لبيع الأسماك بالإضافة للمطاعم، واليوم رح نحاول نكتشف بعض الأطباق اليابانية التقليدية اللي بيحبوا زوارها تناولها. أول شيء رح نفطر عليه هو التاموغوياكي، وهو عجة البيض على الطريقة اليابانية، ومعنى الكلمة تاموغوياكي هو بيض مقلي، فبنلف طبقات رقيقة من البيض مع سكر وبينقلى وبعدين يقدم. تخيل أنه كان في ناس مصفوفين ساعة إذا مش أكتر ليشتوا البيض في أماكن أو مطاعم معينة. ثاني شيء رح نجربه هو ساتسوما آش، وهو كعك السمك. بنعمل بخلط السمك الأبيض مع كمية صغيرة من الخضار زي الجزر أو البطاطا، بعدين بنضف له بعض البهارات والنشا وبينقلى. كتير كتير كان طيب. هلأ رح نجرب ما يعرف سوق توكيجي له، وهو التونة. على الساعة 5 الصبح هناك مزاد بيصير، حيث أن أصحاب المطاعم بيقدموا العروض للحصول على أفضل تونة هناك. يتم قطع التونة بسكين طويل وتنظيفه ثم بيعه وتقديمه لاحقاً في أغلى مطاعم السوشي في طوكيو. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهذه الجولة وتعرفتوا على الأكل التقليدي في طوكيو.